كابتن رامي، احنا يعني والكاميرا بتاعتنا كانت موجوده في نادي الاهلي، كان لينا لقاء سريع مع نجم الفريق ياسر ابراهيم طبعا لغايه بقى له فتره. تعالوا نشوف ياسر قال ايه ونسمع كلامه مع حضراتكم ومع كابتن رامي ونرجع نكمل كلام. الحمد لله طبعا انا شغال الفتره اللي فاتت ديت كلها ما كانش فيها اجازات خالص، كنت باجي كل يوم النادي حتى لو الفريق خد اجازات كنتش باخد اجازه، كنت باجي دايما يعني عندي اصرار ان انا متواجد مع الفريق. يعني الحمد لله طبعا على الاصابه ده جيت في وقت الحمد لله طبعا كله قضى اخف من الوضع، فربنا يكرم باذن الله في الماتش الجاي سواء انا موجود او لا. طبعا احنا داعمين للفريق واي حد بيلعب اهم حاجه المكسب باذن الله. طبعا دي حاجه لا تقدر، بشكرهم على الدعم الفتره اللي فاتت ده كلها، كلهم دايما بيبعتوا لي مسجات ويكلموني دايما، فلا دي حاجه طبعا انا بحترمها جدا ليها، وباذن الله اقدر ارجع في اسرع وقت ابقى مع الفريق باذن الله كده ونحصد البطولات اللي جايه باذن الله. هي مباراه خاذعه، يعني انا شايف النتيجه اللي هناك ديت 0-0 ديت مش سهله، في ناس كتير مستسهله النتيجه، بس احنا اللعيبه اتكلمنا مع بعض كلنا والجهاز لا النتيجه 0-0 ديت مش مطمنه يعني لينا، فلا احنا نازلين كاننا ماتش بماتش وناخد الماتش من اوله اللي احنا نكسب، مفيش حاجه قدامنا غير المكسب، وباذن الله اللعيبه كلها تبقى على قد المسؤوليه باذن الله ونقدر نكسب ونصعد للنهائي باذن الله. من جهه نقدر بالتاكيد ان شاء الله نقدر، وخصوصا في ظل